معي مباشرة من رام الله قاسم عواد، مدير عام دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية. أستاذ قاسم، أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث. أسأل في البداية، عندما نتحدث، وإن كان هذا الموضوع ربما سابق لأوانه بسبب أن القوات الإسرائيلية ما زالت حتى هذه اللحظة في قطاع غزة، لكن أسأل، عندما نتحدث عن شكل الإعمار المستقبلي، هل هناك رؤية معينة لموضوع الإعمار بسبب الخراب والدمار والأضرار والإضرار الحاصل بقطاع غزة؟ يا مساء الخير طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وزارة الصحة الفلسطينية، المؤسسات الدولية، وطواقمنا أو من تبقى على قيد الحياة من طواقمنا في غزة، تقوم بتحديث البيانات والمعلومات أولا بأول بما يصل لنا من غزة. وضع كارثي إنساني يكاد يجعل غزة مكانا غير صالح للحياة، ونعتقد أن هذا هو الهدف الحقيقي من العدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على شعبنا في غزة في معركة الإبادة الجماعية الجارية والمستمرة حتى هذه اللحظة. فيما يتعلق بموضوع الإعمار، نحن نتحدث عن إرادة دولية يجب أن تكون لإعادة إعمار غزة، وتحديداً أن حجم الدمار الذي حصل في غزة يتجاوز 70 مليار دولار. وحينما نتحدث عن هذه النسب الكارثية من حجم الهدم، سواء للممتلكات بشكل واسع النطاق، أو عندما نتحدث عن تدمير المباني والمرفقات العامة والرئيسية والخدماتية، أو عن تجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية، نحن نتحدث على إعادة إعمار غزة من جديد. وهذا وفي ظل أن المجتمع الدولي لا يملك إرادة حقيقية باتجاه توجيه أصبع الاتهام لتحميل الاحتلال الإسرائيلي واحدة من أهم أسباب تكاليف إعادة الإعمار، سنبقى عاجزين عن إنشاء طريقة أو آلية دولية لإعادة إعمار غزة. وتحديدا أننا اليوم دخلنا في معركة جديدة مستمرة منذ عدة أيام، وهي معركة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الذين أصبحت المواطنين الخاضعين لسيطرتها وسلطتها في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين. 93% من سكان أهلنا في غزة، وتحديدا أن بعضهم قد أصبح نازحا للمرة الثالثة والرابعة والخامسة جراء أوامر الإخلاء المستمرة التي يعلنها جيش الاحتلال في غزة، واستهدافه لمناطق واسعة من المناطق السكنية هناك. أستاذ قاسم، رغم كل التعنت والإصرار الإسرائيلي في التعامل مع في هذه الحرب يعني مع سكان أهالي قطاع غزة، وبعد القرارات الأخيرة أيضا المتعلقة بالأنروا، ورغم الصورة التي تتحدث عن نفسها من هذه المأساة وهذا الدمار الكبير الذي لحق بسكان القطاع، القرارات الأخيرة المتعلقة بالأنروا إلى أين يمكن أن تقود؟ يعني ما الصورة الأكثر سوادا التي يمكن أن تتجسد نتاج هذه القرارات؟ يعني خطر القرار يكمن في عدم وفاء الدول منذ العام 1950 وعند إنشاء الأنروا، كان ترتب على ذلك القرار الأمم 194، وهذا يعني ضمان حق العودة للاجئين وتقديم وتوفير الخدمات اللازمة لمجتمع اللاجئين في أماكن تواجد الأنروا الخمسة. عدم الوفاء بهذه الالتزامات وانهيار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا، وهي الآن المشغل الوحيد والمنقذ الوحيد للحالة الإنسانية في غزة، والجهة الدولية الوحيدة التي بخطر يعني أكثر خطورة، وهو خطر التجويع والموت ببطء نتيجة عدم توفر الغذاء ونتيجة تناول المياه الملوثة، وبالتالي تخلي عن المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزامات للأنروا وحل هذه الوكالة الدولية، يعني باختصار إطلاق الرصاصة واغتيال معنوي لقرار حق العودة 194، وهو جزء من مشروع كبير جدا يهدف له الاحتلال الإسرائيلي بتغيير معالم المنطقة، جعل غزة غير قابلة للحياة مع شطب حق العودة، وبالتالي تنفيذ دولة الكانتونات التي يسعى لها من خلال
الأحزمة الاستيطانية الموجودة في الضفة الغربية وعملية تهجير للسفوح الشرقية في القدس والأغوار الشمالية، مما يعني مشروع احتلالي متكامل يهدف الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، يكوض من الوجود الفلسطيني فيها، يجعل آليات العمل الدولية لإعادة بناء ما تم هدمه وإعادة استقطاب المواطن الفلسطيني بشعوره بأمنه وأمانه الشخصي باتجاه أسرته بأنه مكان آمن يستطيع إعادة بناء حياته ومستقبلهم من جديد غير قابل للتطبيق، وبالتالي هو دفع بيئة قصرية طاردة للمواطن الفلسطيني للرحيل عن أرضه. إذا من رام الله قاسم عواد، مدير عام دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، شكرا جزيلا لحضرتك ويعطيك العافية.